برحب بحضراتكم من جديد وناخد مع بعض الخبر الأول. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية لعام 2023، والذي انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة تحت شعار سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة بمشاركة ما يزيد عن 8000 شخص من مصر ودول العالم. نطلع نشوف التقرير وبعد التقرير خليكم معنا. حقيقة ده بيشجعني ان انا اقول ان مهم قوي ان احنا ممكن وهيسعدنا واحنا مستعدين ان احنا ننظم هذا المؤتمر بشكل سنوي، لان هو فرصة كبيرة جدا ومنصة ومنصة مهمة جدا ان احنا نطرح فيها ونتناول فيها هذه القضية الكبيرة جدا، مشكلة السكان. مش بس، وكنت أتمنى أني برضو كان في كلمتك بتتكلم عن حجم عدد سكان العالم، وبرضو بنظرة شاملة سريعة جدا عن موارد العالم هتبقى كافية أنها تلبي هذا الحجم، مش بس على قد مصر. ولكن أقدر أقول اللي بيحدث في مصر ممكن بيكون أيضا هو شكل آخر باللي بيحدث في العالم. في دول استطاعت أن هي تسيطر على وتنظم عملية النمو السكاني، وفي دول كتير ما قدرتش تعمل ده. واحنا هنا على سبيل المثال في القارة الإفريقية بنتكلم ان احنا في خلال سنوات قليلة هنصل لاكتر من 1.5 مليار او 1.6 مليار، والموارد اللي موجودة في إفريقيا ضخمة جدا، ولكن لا تستطيع ان تفعل أن يعني انها تساهم في ده. فاسمح لي اقول ان احنا يعني بأكد ان احنا فرصة ان احنا يعني ننظم هذا المؤتمر سنويا أمر في منتهى الأهمية في ضوء الموضوع المهم جدا جدا اللي بنتكلم فيه. برحب حضراتكم من جديد ولسه مكملين معاكم تقريبا الخبر في نفس السياق، وبنتكلم عن تحت رعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت بالأمس المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان المصرية بحضور دولي واسع من الخبراء الدوليين لمناقشة أهم ملفات متعلقة بالزيادة السكانية العالمية وتأثيرها على معدل التنمية المستدامة. وإحنا شفنا امبارح كمان كلمة سيادة الرئيس وهو بيتكلم عن مشكلة الزيادة السكانية وفيما يخص، وليس يعني ما تكلمش بس عن مصر، كلم عن أفريقيا وكمان دول العالم كله، وقال بالتجربة أن في بعض الدول استطاعت أن تقدر تعمل كنترول على موضوع الزيادة السكانية وفي بعض الدول ما عرفتش. وكمان اتكلم عن وجود تقريبا 10% من اخواتنا الضيوف اللاجئين في دولة مصر، واتكلم عن بيحبز ان دايما يكون كل سنة مصر تستضيف هذا المؤتمر فيما يخص مشكلة الزيادة السكانية. عشان نتكلم بتفاصيل اكتر عن هذا الخبر يكون موجود معنا على التليفون الدكتور مجدي عدلي، اخصائي ادارة المستشفيات والجودة الشاملة. برحب بيك يا دكتور. اهلا، صباح الخير استاذ مايكل، وصباح الخير لكل الساده المشاهدين. حضرتك دايما منورنا في صباح مين. ربنا يخليك يا استاذ مايكل، وربنا يخلي حضرتك دايما منور الشاشه باذن الله. فيما يخص الزياده السكانيه وانطلاق المؤتمر امس عن الزياده السكانيه والصحه المستدامه، وبنتكلم عن مشكله كبيره بتؤرق العالم كله بشكل عام وتؤرق مصر، عايزين ناخد فكره عن هذا المؤتمر. طيب، هو في البداية طبعا زي ما حضرتك تفضلت بالأمس 5 سبتمبر انعقد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية برعاية وحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي تنظمه وزارة الصحة والسكان المصرية وتستضيف عددا كبيرا من المتخصصين والباحثين والشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من مختلف بلدان العالم. وممكن شفنا يعني تقريبا تجاوز العدد 8000 من الحضور. طبعا المؤتمر بيستمر في الفترة من 5 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر هنا في القاهرة في العاصمة الإدارية الجديدة. ويأتي هذا المؤتمر كحدثا هاما لمناقشة القضية السكانية، والتي تعد أهمية قصوى للحاضر والمستقبل بالنسبة لحياة بعض أو دول شعوب العالم.
ودعني مايكل نعود بالذاكرة إلى الوراء قليلا، وتحديدا في مؤتمر الشباب في الإسكندرية 2017، واللي قال فيها فخامة السيد الرئيس وقتها أن الزيادة السكانية تحدي كبير ويعد خطر من أحد أهم خطرين يواجهه أي دولة ومنها طبعا مصر. الخطر الأول وهو الإرهاب، الخطر الثاني هو الزيادة السكانية وتعد تحدي كبير بل الأكبر، والذي يواجه العمل الوطني في الحاضر والمستقبل، حيث أن الزيادة السكانية تعرقل عجلة النمو الاقتصادي وتلتهم كافة عوائد التنمية، مما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ضمنها الرعاية الصحية والتعليم ونصيب الفرد من الدخل القومي والأمن الغذائي والأمن المائي. وطبعا عشان نوضح الكلام بصورة أبسط للسادة المشاهدين، ممكن ندي أمثلة على هذا الموضوع بحيث أن الموضوع يكون سلس في الفهم بالنسبة للسادة المشاهدين. دولة بحجم الهند، وطبعا انت عارف يعني الهند صحيح. يعني تعد خامس اقتصاد عالمي. لو تكلمنا عن الهند، طبعا الهند لم زي ما تفضل سيادة الرئيس لم من الدول التي لم تستطيع انها تعمل كنترول على الزيادة السكانية، وبالرغم من اقتصادها الكبير الا ان نسبة كبيرة من الشعب الهندي يطبع تحت خط الفقر، وذلك لأنه معدل النمو السكاني لا يتناسب والزيادة السكانية. طبعا هنا في مصر تحديدا، يعني لو شفنا أنه مصر في الفترة من 1900 ل 1950 كانت تمتلك أهم بورصة قطن في العالم، وهي بورصة القاهرة والإسكندرية، وكانت تحتل المرتبة الرابعة عالميا. بالنسبة للأطباء المصريين كانوا يزاولون مهنة الطب في أي مكان في العالم دون شهادات إضافية. صح. مصر كانت رائدة في مجالات البنية التحتية، حيث يعني كانت تمتلك ثاني أكبر شبكة سكة حديد في العالم. لحد سنة 1950، ثم حدث تغير بما يسمى التغير الديموغرافي. مع تزايد النمو السكاني وحدوث اختلال ما بين النمو السكاني والموارد الخام أو الموارد الطبيعية، حيث أن معدل الزيادة في النمو لم يواكبها نفس الزيادة في الخدمات المقدمة والموارد، وبالتالي طبعا حصل مشكلة. يعني طبعا لو بصينا بالأرقام لعدد السكان وهنعرف يعني ايه اللي حصل، من 1900 ل 1950 كان عدد سكان مصر تقريبا 10 مليون نسمه، من 1950 ل 2000 كان 46 مليون نسمه، من 2000 ل 2023 اصبحنا 105 مليون نسمه. يعني في خلال 23 سنه تضاعف عدد السكان مرتين ونص في 23 سنه، اضف اليهم طبعا اللي هو 10% من اخواتنا الاشقاء القادمين سواء من الدول العربيه او الدول الافريقيه. طبعا متوسط المواليد خلال فتره بلوغ السكان 105 مليون نسمه كان تقريبا 5683 مولود في العام في اليوم الواحد. متخيل 5683 مولود في اليوم الواحد، 237 مولود في الساعة الواحدة، 4 مواليد في الدقيقة، تقريبا مولود في كل ثانية. طبعا ده كله بيؤدي في الآخر انه حجم النمو السكاني لا يتناسب مع الموارد الاقتصادية، وده بيكون عبء على الدولة من حيث انها تقدم خدمات مرضية للشعوب بتاعتها، يعني مما جعل مصر تنتهج
سياسة بما يسمى بالاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية اللي هي 2023 ل 2030 مع إطلاق خارطة طريق أو رود ماب للقضية السكانية. صحيح. وذلك من واقع تعظيم الخصائص السكانية والارتقاء بجودة الحياة. صحيح يا دكتور. طبعا تم دكتور مجدي تحياتي لحضرتك يا فندم. صباح الخير يا زميل مين. أهلا بحضرتك. يعني بدون مقاطعة لحضرتك بس عايزة أسألك إن المؤتمر بيأتي كمنصة تحورية بين الدول لتبادل الخبرات، عايزة أعرف من حضرتك طبعا في ظل كل التحديات اللي حضرتك ذكرتها اللي بتواجه مصر في الزيادة السكانية، إيه هي هتبقى أهم الأهداف للمؤتمر يا فندم؟ والله زي ما حضرتك تفضلت ده سؤال كويس جدا، انه المؤتمر في الاساس هو ملتقى او فرصة كبيرة لملتقى بين دول لنقل خبرات عالمية في دول استطاعت بالفعل انها تعمل كنترول على الزيادة السكانية وتحسين جودة الحياة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بالنسبة لها، يعني زي مثلا فور اكزامبل يعني دولة زي اندونيسيا استطاعت ان هي تعمل كده، ان هي تعمل كنترول على عدد السكان وما اتجهتش في اتجاه دول تانية كبيرة زي مثلا الهند. طبعا احنا من الدول دي بناخد الخبرات في موضوع ازاي نعمل تنظيم للصحة الإنجابية، كذلك إزاي نطور العلاقة ما بين النمو السكاني وزيادة الدخل الفرد ونصيبه من الدخل القومي من ناحية، ثالثا بنلقي الضوء على مشكلة كبيرة ومشكلة عالمية مع الشركاء الدوليين المعنيين بهذا الموضوع. صحيح. لأنه طبعا الدول مش بتتاخد أو الحلول ما يكونش حلول فردية بالنسبة للدول، يعني لما بيبقى في مشكلة سوري يعني مع واحد ما بيعرفش يحلها لوحده، لازم يكون في مجموعة بتشاركه عشان يعرف يخرج من هذه المشكلة. فطبعا مصر باعتبارها يعني مدخل أفريقيا وملجأ لكثير من الدول الأفريقية والدول العربية، وخاصة في الظروف الحالية وظروف الحروب المحيطة، كان من الضروري أنها تسلط الضوء على هذه القضية لمشاركة الشركاء الدوليين ومشاركة الباحثين حتى في هذا المجال بما يسمى الستيكهولدر أو السيرشرز، يعني لوجود حلول فعلية على أرض الواقع تؤدي في النهاية أن احنا نطلع بنتيجة مرضية وتحقق الرخاء والتنمية. صحيح. للشعوب للشعب المصري. صحيح. تحديدا يعني. دكتور احنا طبعا كلنا عايشين في عالم واحد، و التوصيات اللي حضرتك قلت بيها دي يعني لازم تكون ملزمة للجميع ومن ضمنها مصر. حضرتك شايف مصر الإجراءات اللي هتطبقها الفترة اللي جاية، يعني احنا فترة من الفترات كان عندنا طفرة كبيرة فكرة تنظيم الأسرة والتوعية، بس أنا شايف دلوقتي في مشكلتين يا دكتور عكس بعض، يعني شايف في مجموعة من الناس بتفكر لسه بالطريقة التقليدية وطريقة الخلفة من غير حساب، وده شيء مرهق جدا للدولة، لأن طبعا حجم ما ينتج من الموارد البشرية كخلفة ما بيسويش الموارد اللي بتخش للدولة اللي تقدر تصرف على الكلام ده كله. فمش عايزين نوصل لمرحلة كمان ان في ناس تمتنع عن الخلفة، يعني ده موجود وده موجود، مش عايزين نصبح بتجربة الهند ولا نصير مثل أوروبا القارة العجوز في عدم الخلفة. التوصيات دي هتتطبق ازاي في مصر؟ انت صراحة يعني احييك على هذا الطرح، يعني احنا فعلا مش عايزين نتجه لان احنا يبقى في سوري يعني عقم انجابي. صحيح. او ان احنا ما يبقاش في معدل انجاب زي اوروبا دلوقتي وتجاوز سن يعني او تتقلص مرحلة الشباب او فترة الشباب الى يعني الى فترة عمرية قصيرة، او ان احنا نكون دولة زي الهند الزيادة السكانية مش معمول عليها كنترول. ولكن يعني
يعني الاستراتيجية الوطنية للسكان بتعتمد على 7 محاور رئيسية. ايه هي بقى 7 محاور رئيسية؟ 1 ضمان الحقوق الانجابية، اي حد من حقه انه هو يخلف ولكن عليه ان يتحمل تبعات القرار اللي هياخده، يعني سي انه هو هيجيب طفل 1 طفلين 3، هو القرار ده هيأثر على حياته المعيشية ازاي، وما يلقيش يعني سوري يعني باللوم بعد كده على الدولة انه هم الدولة مش قادرة تقدم له خدمات مميزة. لانه ممكن يا دكتور نطبق التجربة الصينية فكرة ان في الصين بينجب طفل واحد بالضبط. الصين حضرتك لو انت يعني رجعنا بالتاريخ جات في فترة من الفترات فرضت سياسة الطفل الواحد على الشعب مزبوط. الصيني لحد ما الظروف المعيشية بتاعتهم تحسنت وبقت الموارد الطبيعية ويعني والإمكانيات المادية بتاعتهم تسمح لهم ان هو يقدر يخلف طفل تاني، فتحت لهم القانون ان هو عادي ممكن تخلف طفل تاني. فهي ماشية according او طبقا للظروف الحياتية او الموارد الاقتصادية بتاعتها. رقم 2 الاستثمار في الطاقة البشرية، انا عندي ان انا ممكن اخلف طفل واحد او طفلين بس اعلمه كويس واجهزه كويس لسوق العمل افضل من ان انا اخلف طفل او 3، ولكن الاطفال دي بتبقى عندها مشكله في الـ 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 في ان هي ما تحصلش على قدر كافي من التعليم والتجهيز لسوق العمل. صحيح. دي حاجه. بعد كده في حاجه يعني تدعيم دور المراه وتمكينها، دي بالنسبة لمحاول استراتيجية في القضية السكانية. التعليم أساسي في هذه القضية، إن احنا صحيح. لازم نزود نسبة التعليم والتعلم. الاتصال والإعلام من أجل تنمية، ومن أجل التنمية لازم يحصل كوميونيكيشن ما بين مصر من ناحية والدول الخارجية من ناحية. السكان والبيئة، وده شيء مهم بالمناسبة لأنه الزيادة السكانية أدت يعني بالأبحاث إنه حصل تغيرات في مناخي مرتبطة. صحيح بالضبط. في يا دكتور هي فكرة المنافية. بس فكرة الوعي ملزمة، وفكرة كمان لازم الجميع يعني يبقى عارف إن إحنا كلنا عايشين في عالم واحد. يعني بنشكر حضرتك جدا على هذه يعني الاستضاحة فيما يخص مؤتمر السكان. بنشكر الدكتور مجدي عدلي أخصائي إدارة المستشفيات والجودة الشاملة. هنروح لتقرير لوزارة الداخلية. تفقد الفريق أول محمد زكي أو للقوات المسلحة تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. يرافقه الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة. وفي مرحلة انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول الأكاديمية العسكرية المصرية وذلك بمقر الكلية الحربية، والذي يأتي في إطار حرص القادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول. نطلع نشوف التقرير، وبعد التقرير خليكم معنا. تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. يرافق الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة مراحل انتقاء الطلبة المتقدمين للقبول للأكاديمية العسكرية المصرية وذلك بمقر الكلية الحربية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة إجراءات تنسيق القبول. واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض مفصل تضمن الموقف الحالي لاختبارات القبول للطلبة المتقدمين لاختيار أفضل العناصر للانضمام لصفوف القوات المسلحة. كما تفقد دورة العمل داخل مكتب التنسيق ولجان الكومسيون الطبي، أعقبه المرور على اختبارات اللياقة البدنية والسباحة وقفزة الثقة التي يتم خلالها تقييم القدرات البدنية لانتقاء أفضل العناصر بناء على المعايير القياسية المقررة للالتحاق.
وناقش عددا من الطلبة المتقدمين في أساليب الاختبارات التي خضعوا لها خلال مختلف المراحل، مثنيا على ما تحصل عليه المتقدمون من نتائج إيجابية في ضوء المنافسة القوية التي تمكنهم من نيل شرف الانضمام للقوات المسلحة. كما أشار القائد العام للقوات المسلحة إلى أن نتيجة القبول النهائية يكون معيارها الأول والأخير هو إمكانيات الطالب وقدرته على اجتياز الاختبارات بأعلى الدرجات المقررة لكل اختبار، وأنه لا مجال لأي عوامل أخرى في الاختبارات، موصياً بعدم الالتفات إلى شائعات الوساطة والمحسوبية. ثق تماماً أن ما فيش حد هيظلمك وما فيش حد هيجاملك. لا نسمح لا بالظلم أن حد ياخد حقك، ولا نسمح بالمجاملة عشان المجاملة هتبقى على حساب زميلك، فما بتسمحش لا بكده ولا بكده. يعني أنك لا تظلم ولا تجامل. طب المجاملة حاجة، الاسم كويس والشيء كويس، مجاملة أيوة، بس المجاملة دي لما تكون على حساب حد تاني ما تبقاش اسمها مجاملة، تاخد شكل تاني من الألفاظ والعبارات لا يستقيم عندنا داخل المؤسسة العسكرية. انت هتاخد حقك في كل التمارين اللي هتلعبها، اللي انت هتبذله هيحتسب لك، لن تظلم ولن تجامل. شدوا حيلكم، بالتوفيق ان شاء الله، نتمنى لكم جميعا التوفيق. وفي ختام الجولة التفقدية وجه القائد العام للقوات المسلحة الشكر للقائمين والمشرفين على اختبارات القبول ومكتب التنسيق لاتباعهم كافة الإجراءات والأساليب العلمية المتطورة التي تمكن من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية والنزاهة للانتقاء الدقيق لأفضل العناصر المتقدمة. أهلا بحضراتكم مرة تانية. يعني الحقيقي كل يعني كلنا كمصريين شايفين أن الأسعار بقت غالية جدا، في حاجات كتير بتزيد عن ما كنا متعودين مثلا، أو عن يعني لو رحت اشتريت حاجة دلوقت تاني يوم هلاقيها بسعر مختلف. فبتشهد الأسواق خلال هذه الأيام ارتفاع ملحوظ في أسعار الطماطم رغم استقرارها لفترة طويلة سابقة. حول ارتفاع الأسعار والحلول هيكون معانا الحاج حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين. صباح الخير يا حاج. صباح الفل عليك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني الأسعار بقت غالية جدا يا حاج، يعني تروح مثلا تشتري الحاجة النهاردة مثلا شاريها بسعر معين، أروح بكرة ألاقيها بقت بسعر تاني. طماطم بقى، الطماطم كانت مثلا تبقى ب 15 12 مش عارف دلوقتي وصلت ل 20 جنيه، هو ايه السبب يا حاج؟ والله طبعا فعلا زي ما حضرتك قلت كده، في بعض الخضروات اسعارها مرتفعه جدا ومنها الطماطم. الطماطم بالذات طبعا من الخضار سريع التلف الحساس جدا للتغيرات المناخيه. شفنا الفتره اللي فاتت ديت ظاهره النين وارتفاع درجات الحراره ادى الى ضعف النمو وقلة الإثمار والعقد في بعض نباتات الطماطم في العروة الموجودة حاليا، وبالتالي تأخر إنتاجها بعض الشيء وقل الإنتاج. طبعا قلة الإنتاج وتأخر النمو أدى لقلة المعروض في السوق، وبالتالي مع كثرة الطلب الموجود حاليا ارتفعت الأسعار. صحيح. نتكلم على ارتفاع كبير، ونقول ان ممكن ترتفع كمان اكتر من كده في فترة وجيزة الفترة اللي جاية قبل ان تعود الى طبيعتها والسعر المعقول، خاصة ان فترة فصل العروة ممكن تطول شوية، لان برضو التأثير زي ما كان على النباتات اللي هي كانت مثمرة في العروة الماضية كان في تثمير على يعني كان في تأثير على الشتلات نفسها في العروة الحالية، وبالتالي تأخر النمو بتاعها بعض الوقت. صباح خير يا حاج، ودايما منورنا في صباح مين. صباح الفل عليك وعلى صباح الفل على كل السلام فيني. بص يا حاج، بصراحة يعني الموضوع ده شائك حبتين، يعني في قصة الأكل والشرب فيما يخص الخضار ودلوقتي بقت في نغمة كده مش مستحبة. لما حد بينزل يشتري طماطم أو يشتري جرجير أو ليمون وبسأل البياع بعفوية إن الحاجة تمنها جنيه بقت ضعف، مفيش حاجة بتزيد الضعف في يوم وليلة بصراحة.
فأي كلمة حد يسأل عنها أصلا أنت مش عارف الدولار بكام، دولار إيه اللي بتكلم على الليمون وصل لرقم فلكي أو الطماطم أو أو، يعني الزيادة الملحوظة جنيه أو 2 جنيه ما بقتش موجودة في حياتنا، دلوقتي بقت أرقام بالضعف وأكتر. وطبعا الموضوع بيختلف من منطقة لمنطقة، يعني هجيب من مصر الجديدة غير لما هجيب من العمرانية، الموضوع بقى زيادة يا حاج، صح كده؟ هو الحقيقة كلام حضرتك صح، لكن في يعني علاقة غير مباشرة شوية في موضوع تصدير في بعض الخضروات، ان احنا زدنا صادراتنا في بعض الخضروات عن الاعوام الماضيه لان الاسعار عاليه جدا في الخارج وبالتالي بيقل المعروض في الداخل زي البصل، يعني اللي حصل في البصل. في حاجات تانية كمان مش عامل واحد بيؤدي لزياده الاسعار، ساعات بنتكلم على الحلقات الوسيطه، بنتكلم على الارتفاع الجماعي في المنتجات الزراعيه، بنتكلم على ارتفاع اسعار المستلزمات الزراعيه. طب بس حاجه انا بقصد حاجه تاني، ازاي هلاقي في مكان مثلا طماطم النهارده سعرها 10 جنيه وفي مكان تاني 20 جنيه؟ ما هنا بقى في مشكله هنا في الرقابه بقى، وحد هيقول اصل فرق في المنتج، لا ما هو ده في جاب كبير ما بين السعرين. الحقيقه الكلام حضرتك مظبوط 100%، احنا ممكن لا في القاهره مثلا في احياء بيبقى فيها ارتفاع اسعار يعني مبالغ فيها عن احياء اخرى، وده بيرجع للمكان نفسه ساعات بتبالغ في الاسعار، لان احنا عندنا دلوقتي يعتبر في حريه شويه في موضوع التسعير. صحيح. مفيش اسعار يعني على الكل، وده ممكن كمان نتغلب عليه في موضوع البورصه السلعيه. لو بقى في بورصه سلعيه وحطينا السعر في البورصه السعريه هتلاقي ممكن السعر يبقى موحد في كل انحاء المحافظه. حاجة، واحنا بننتج التقاوي محليا ولا ولا بيتم استيرادها؟ هو بالنسبه للخضروات عموما احنا بنستورد 98% من تقاوي الخضروات، ومنها طبعا الطماطم، رغم ان احنا يعني رقم 5 على مستوى العالم في انتاج الطماطم، احنا بننتج حوالي 12 مليون طن سنويا من الطماطم، بنصدر كميه بسيطه جدا ممكن يعني ما تكاد يعني تكون 3% ولا 4% من الانتاج الكلي، وبالتالي احنا بنزرع حوالي 500,000 فدان طماطم طوال السنه. في عروات دخلت في بعضيها، احنا كان عندنا 3 عروات اساسيه صيفيه وشتويه ونيليه، لكن وفي دلوقتي بقى عروات كثيره صيفيه يعني مبكره ومتاخره وشتويه مبكره ومتاخره، فالعروات دخلت في بعضيها، فطول السنه عندنا زراعه طماطم، وخاصه بعد الزراعه داخل الصوب اللي بتدينا زراعة في أي وقت من السنة، لكن التغيرات المناخية بتأثر تأثير جامد جدا على الخضروات، وفي تأثير تاني ساعات الفلاح لما الحاجات بترخص عن الطبيعي بتقل المساحة في العام اللي بعديه، وبالتالي بنلاقي الإنتاجية قليلة شوية فترتفع الأسعار. حاج بعد إذنك، في برضو حاجة غريبة بتحصل كده، زمان ما كانش عندهم تلاجات وكانت الطماطم ممكن تقعد بره وتبقى كويسة، دلوقتي الطماطم بتبوظ بسرعة وهي جوه التلاجة، ده نتيجة في بعض التقاوي بتكون مش كويسة، ولا في خلل هرموني، ولا استخدام الكبريت في تسوية الطماطم عشان تستوي بسرعة، ولا الموضوع بيبقى ايه؟ والله الحقيقة طبعا الموضوع ده بيرجع لحاجتين، اولا في عادات بتاعتنا والتقاليد ان احنا لازم ناكل الطماطم الطازجة، يعني مفيش العادات ان احنا نجيب الطماطم اللي هي مجففة او المعلبة. صحيح. في الغالب. تاني حاجة ممكن يكون خطا في يعني طريقه التخزين نفسها، او النور لما بيقطع ولا حاجه والحاجه تبقى جوه الثلاجه فتره ممكن الطماطم تبوظ. الطماطم من الحاجات اللي هي المفروض تحفظ براده مش مجمده، في ناس بتجمدها في بعض الاحيان. ثالث حاجه النقطه اللي قلت عليها حضرتك، هي ممكن تكون اساسا الطماطم مش كويسه قبل ما احنا نحفظها، لازم نجيب الطماطم تكون كويسة ومحفوظة جيدا، وهي أساسا تكون بالحجم الطبيعي، لا كبيرة قوي ولا صغيرة، وطعمها الطبيعي، لأن ممكن المعاملة نفسها في التسميد تبقى معاملة خاطئة، هيكون مسمدة أكثر من اللازم، أو نوع التربة نفسها اللي مزروعة فيها ما تكونش كويسة. احنا بنتكلم على خضراء الدمم زي ما بيقولوا، ممكن تكون مسمدة تسميد مش كويس، ده وارد، لكن دي حاجات تبقى نادرا ما تحدث في مصر، لكن احنا بنتكلم على وارد اي حاجه ممكن تكون
لازم الواحد يعني يتوخى الحذر في شراء المنتجات الزراعية ويشتري من مكان مناسب ومعروف وتكون الحاجة طبيعية بالشكل واللون والطعم والريحة بتاعته. طيب حاج حسين، بما اننا بقى بنتكلم عن ارتفاع الاسعار فاحنا بنتكلم عن كل الحاجات يعني مش الطماطم بس، عايزة حضرتك كده تطمن الناس ايه الدنيا الفترة الجاية، يعني في امل ان الاسعار تنزل ولا الدنيا تبقى عاملة ازاي؟ الحقيقة طبعا من اهم المنتجات يعني الغذائية والزراعية اللي هتنخفض انخفاض كبير الايام دي والايام اللي جايه الارز، لان الارز دلوقتي رغم ان هو مرتفع في كل انحاء العالم ارتفاع كبير جدا، اللي احنا مصر الحمد لله زارعين كميات مساحات كبيره من الارز تصل لمليون و600 الف فدان، والحصاد جاري في الايام بتاعتنا دي، وبالتالي السعر منخفض جدا يمكن على الايام اللي فاتت شايفينه، وبينخفض الايام اللي جايه اللي ممكن يوصل كمان الكيلو في الرز الابيض انضف رز والكسر 3% حوالي 20 جنيه. دي من الحاجات الكويسه. البصل رغم ان هو مرتفع دلوقتي والبطاطس لاسباب معينه، الا ان هو الايام اللي جايه وحتى الطماطم نفسها رغم انها ممكن ترتفع في خلال 15 يوم ولا حاجه، بعد ال 15 يوم وانقضاء فتره فصل العروات هتبدا في انخفاض، لان احنا كل المنتجات دي عندنا عروه في الصعيد هتبدا يمكن البشار بتاعتها بعد من 20 لشهر. فيعني الناس تطمن. الحاجه ان احنا بنتكلم في جمهوريه مصر العربيه كل الخضروات والفواكه متوفره بشكل كبير جدا، لدرجه ان احنا عندنا فائض السنه دي ممكن نصدر حوالي 7 مليون طن فائض من الخضروات والفواكه. الحمد لله لتاحها موجوده، والاسعار يعني هتبدا في الانخفاض، ما فيش هيبقى فيها ازمات في اي منتج زراعي ان شاء الله. ان شاء الله. حاج حسين ابو صدام نقيب عام الفلاحين كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. دلوقتي نطلع فاصل وبعد الفاصل خليكم معانا. احنا كل يوم بنكتب في التاريخ انجاز حصل، بص شوف الشعب تلقى فينا 100 مليون بطل، يوم بعد يوم انجاز جديد والصورة واضحة من بعيد، شعب وإرادته من حديد ورده على العالم وصل. احنا كل يوم بنكتب في التاريخ انجاز حصل، بص شوف الشعب تلقى فينا 100 مليون بطل، يوم بعد يوم انجاز جديد والصورة واضحة من بعيد، شعب وإرادته من حديد ورده على العالم وصل. مصر تحيا وألف تحيا كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس في غنى، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعدها يكمل بناء. احنا من قبل التاريخ ما يجي كنا موجودين، اسألوا الارض وهتحكي عن بلدنا نبقى مين، دولة صعبة تتهزم، شعب صعب يتقسم، الهرم بيترسم، اسم مصر من سنين. مصر تحيا وألف تحيا في كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس في غنى، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعد هيكمل البناء. تحية للبطل اللي غير شكل مصر، اللي عاش ينحت في صح، اللي خلى مصر رفع راسه فوق بكل فخر. مصر تحيا وألف تحيا في كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس في غنى، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعد هيكمل بناء. مصر تحيا وألف تحيا في كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس في غنى، ايد بتحمي وايد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعد هيكمل بناء. صلى
الله يناديك يا ولد، ما حد يضرك وخلي لك ولاداتك وبارك فيك وراضيك. تحيا وألف تحيا في كل شبر في كل ناحية، مش كلام بس في هنا، إيد بتحمي وإيد بتبني، ولسه بكرة هيجي ابني بعد هيكمل بناء. برحب بحضراتكم من جديد، ونشوف مع بعض الخبر اللي بعده. الخبر اللي بعده فيه ظاهرة غريبة كده موجودة في البحر اسمها زبد البحر أو رغاوي البحر، ودي ظهرت على شواطئ بورسعيد. وعشان نعرف أسرار اللي موجودة في البحر والظاهرة الغريبة دي، معانا على الهاتف دكتور محمود عبد الرادي، الأستاذ المتفرغ بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايب الغرداء. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، دايما منورنا صباح مية فندم. ربنا يخليك، ربنا يخليك. فكرة وجود أشياء غريبة كده، رغاوي وشكل أبيض كده جميل كده بيبقى موجود في المية وظهر كده في بورسعيد، الظاهرة الغريبة دي إيه الظاهرة دي يا فندم؟ أولا هي ظاهرة مش غريبة، هي ظاهرة موجودة باستمرار. يعني بمعنى لو حضرتك واقف على أي بحر بتشوف قدامك على امتداد البصر موج أبيض. أيوه. هو مش موجة، مش موج ابيض ولا حاجه، ده مش لون الميه، ده لون الرغاوي اللي بتتكون على سطح الميه. الرغاوي دي حضرتك عباره عن ذوبان كميات من الملح او وجود كميات من الملح الزائبه في عمود الميه، وبتزيد حدتها وبتزيد كثافتها. كل ما زاد ارتفاع عمود الميه كل ما زادت سرعه تتابع الامواج. هي بتتكون نتيجه لامواج طبيعيه او نتيجة الأمواج الصناعية اللي هي بتظهر من المراكب. وكل ما كان عمود المية في المنطقة كبير جدا وانتصاره على خط الشاطئ، لو خط الشاطئ قريب أو على منطقة ضحلة قريبة منه، ما بتزيد الحدة وبتزيد الكثافة بتاعه. طيب دكتور، تحياتي لحضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني في الكثير من الدراسات في علوم البحار يعني قالت إيه أنواع الحاجات دي، هي إيه أنواع الظواهر دي يا بان؟ هي الظاهرة دي في العادة بيكون لونها أبيض وأبيض نقي بلون التلج. في الظروف العادية كل ما زاد درجة نقاء المية وعدم وجود ملوثات أو شوائب. لكن مع وجود الملوثات أو مع وجود ظواهر طبيعية أخرى في المكان، بيبدأ يتغير لون الريم أو لون السي فوم أو الزبد اللي هو موجود على سطح المية. مثلا لو المنطقة غنية بالمد الأحمر أو السيانو ألجي اللي هي بتبقى موجودة في مواسم، بتلاقي اللون يميل للون الأحمر. لو كان المنطقة فيها كمية عالية من الرمال السوداء أو الشواطئ فينية، بيبدأ اللون يميل للون الرمادي أو اللون الغامق. لو المنطقة فيها كثافة الطحالب العالية، بتدينا اللون المخضر أو اللون الغامق شوية عن الطبيعي. وكل ما زادت سرعة تتابع وانكسار الأمواج، بتزيد الكثافة وبتزيد كمية الزبد اللي بتتكون على سطح الماء. صحيح. طب كده بعد إذن حضرتك، يعني الظاهرة دي بتحصل نتيجة وجود الملح زي ما حضرتك قلت في المية، وطبعا في بعض الأملاح الزائبة في المية. وفي طبعا بعض الملوثات بتبقى موجودة في المية، نباتات، حيوانات ميتة، أي تلوث موجود في المية. ولكن هذه الظاهرة تمثل خطورة على البيئة، وهل تؤثر على التغير المناخ؟ لا والله، هي ملهاش علاقة بتغير المناخ، لأنها ظاهرة تكرارية وموجودة باستمرار. الجميل في الظاهرة دي، الجميل في الظاهرة إنها بتنظف سطح المية، بتزيل أي شوائب موجودة على سطح مية البحر وبترميها على الشاطئ. ودي من الجوانب الإيجابية، هي تنقية البحر مما يلحق به من شوائب، سواء شوائب ذائبة زي ملوثات بترولية أو شوائب عالقة زي أسماك نافقة حضرتك بتقول عليها، أو وجود عوالق خشبية أو أي مخلفات بشرية ألقيت في البحر. فالبحر في عملية السي فوم دي أو ظهور الظاهرة دي، بيتخلص من كل الشوائب العالقة على سطح. دكتور، ظاهرة زي دي ممكن بتقعد فترة قد إيه يا فندم، وبتستمر يعني بتتكرر تاني ولا مش بتتكرر؟ بتتكرر وموجودة باستمرار، لكن تكرارها بيعتمد زي ما قلت لحضرتك على
سرعة تتابع الأمواج، بمعنى أن أنا لازم يبقى عندي تكرار للأمواج بصورة عالية جدا، وده بيتطلب أن شدة الريح تبقى عالية، لأن في الظروف الرياح الساكنة أو في الظروف الطبيعية مش هتظهر، لكن مع تتابع سرعة الأمواج نتيجة للرياح العالية بيؤدي لظهورها وتكرارها. وفي بعض البلدان زي استراليا لأنها موجودة فيها باستمرار في الساوث ويلز مثلا، فهي بتستغل كجانب سياحي والناس بتروح كسياحة عشان تستمتع بوجود الظاهرة دي. صحيح. طب يا دكتور حضرتك الظاهرة بتحصل طبعا في المياه المالحة بس ولا ممكن تحصل في المياه العذبة؟ وفكرة ازاي نقدر احنا في مصر هنا نستغلها؟ يعني احنا بنشوف الاطفال بتبقى مبسوطة في المياه وهي بتلعب بالرغاوي دي، ولكن احنا ازاي ممكن نستغلها؟ هي مرتبطة أكثر؟ الظاهرة دي مرتبطة بكمية الملح الزائد في المياه أساسا، اللي هو الريم الأبيض أو الفوم الأبيض، وبالتالي مش هنلاقيها في المياه العذبة، هي مرتبطة بالبحار والمحيطات فقط. طب هنستغلها ازاي؟ يعني ممكن نستغل هذه الظاهره دي ازاي؟ والله هي وجودها احنا عندنا مش منتشره ومش تكراريه. هي مرتبطه بظواهر معينه، لو حصلت بتتواجد معها، ما حصلتش خلاص احنا بنشوفها في الوقت اللي بتظهر فيه. لكن في البلاد الظاهره دي فيها تكراريه وموجوده باستمرار يمكن استغلالها. صحيح. كجانب سياحي. دكتور محمود عبد الراضي الأستاذ المتفرغ بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايب الغردقة كنت معنا على الهاتف. مستمرين مع حضراتكم مشاهدينا فقرة الأخبار، لكن بعد الفاصل.
أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ولسه مكملين معاكم فقرة الأخبار. بالأمس تم سحب قرعة كاس العالم للأندية في السعودية بمشاركة الأهلي. أقيمت مراسم قرعة النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية واللي بتستضيفها مدينة جدة في السعودية بحضور ممثلي الفرق المشاركة وعلى رأسها فريق الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا. إحنا التفاصيل أكتر هيكون معانا على الهاتف دكتور مدحت رشدي المحلل الرياضي ونائب رئيس تحرير أخبار اليوم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ نرمين، ازي حضرتك؟ حضرتك استاذ مايكل طبعا. صباح الخير يا دكتور، دايما منورنا، واحنا بنقول الاهلي مبروك عشان انا زملكاوي ومحدش بيزعل مني. الساده الزملاء موجودين في الاستوديو بيقعدوا يقولوا انت مضطهدنا، لا احنا بنقول مبروك للاهلي على المشاركه. بص يا استاذ مايكل، انا من ساعه ما عرفت حضرتك وانت يعني زملكاوي معتدل. يا رب يخليك يا دكتور. واعلامي رائع انت يا استاذ نرمين. شهاده احتز بيها يا دكتور. ربنا يخليك يا دكتور. احنا بقى عايزين نعرف من حضرتك نتيجه القرعه ايه يا فندم؟ نتيجة القرعة طبعا هذه البطولة هي النسخة رقم 20 اللي هيشارك فيها الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه. طبعا الرقم 20 ده ليه دلالة كبيرة، طبعا البطولة أقيمت يعني كذا مرة قبل كده، أول مرتين أقيمت يعني باسم بطولة الأندية، دلوقتي بعد كده بقيت على غرار كأس العالم فبقيت كأس العالم للأندية. طبعا أقيمت القرعة بالأمس، هيشارك فيها 7 أندية كالعادة، والسنة اللي جاية برضو 7 أندية. طيب اللي هيشارك السنة دي برضو الاتحاد جدة السعودي، أوكلاند سيتي من نيوزيلندا طبعا بالإضافة للأهلي، وأوراوا الياباني وليون المكسيكي ومانشستر سيتي من أوروبا، زائد بطل كوبا ليبرتادوري الياباني. لا دي مجموعه يعني، دي حضرتك البطل ده هيتم تحديده في شهر 11 القادم. لسه ما تحددش حتى الان لان البطوله شغاله حتى الان. طيب المباريات اللي هيتم طبعا لعبها في هذه البطوله بتجمع ما بين هذه الفرق، واكثر فريقين يعني بيشاركوا فيها بيسجلوا مشاركات، اوكلاند سيتي للمره 10 في البطوله القادمه دي، زائد الاهلي للمره 9 في تاريخه. طبعا الاهلي حقق حتى الان يعني حاجات يعني انجازات طيبه في اطار يعني لعبه حتى الان في هذه المره، يعني لعب 21 مباراه، فاز في 8، تعادل في مباراه واحده، خسارة في 13، له 24 هدف عليه 3 وعليه 34 هدف. طيب الفيفا يا دكتور قالت ان البطولة المرة دي هتكون اخر بطولة تلعب بنظامها الحالي، وهيكون في نظام جديد يتلعب بيه البطولة، ايه الفكرة من النظام الجديد وهيتم تطبيقه؟ انا سمعت كمان احنا عندنا كمان النظام ده هيتطبق عندنا في مصر هنا، ولكن لسه بعد موافقة اغلبية الفرق يعني. بص حضرتك يا مايكل، البطولة دي والبطوله القادمه الخاصه بالسنه القادمه اللي هي 24، لان هي طبعا البطوله بتقام كل سنه، تمام؟ طيب البطوله دي والبطوله القادمه نفس النظام اللي احنا فيه، لكن البطوله اللي بعد دي اللي هي 2025 هتقام في امريكا بمشاركه 32 نادي، 12 من اوروبا، 4 اسيا، 4 افريقيا، 4 امريكا الشماليه والوسطى والكاريبي، و6 من امريكا الجنوبيه، ونادي واحد من اتحاد لوكانيوسيا، تمام؟ بالاضافه الى فرقه من الدوله المستضيفه. ده بالنسبه لهذا الامر يعني. انفانتينو كان عايز يطبق يزود الفرق بدل ما هي ما 7، عايز كان يزودها في 21 البطوله اللي كانت هتستضيفها الصين الى بالظبط 24 نادي. لا طبعا جات كورونا قالت الكلمه الخاصه بيها، فلذلك في بطوله 21 ما تمش لعب البطوله، لكن في 24 اللي كان مقرر لها 24 نادي بسبب كورونا، لكن في النهايه خالص تم قرار ان هو 32 نادي في البطوله اللي هي بتاعت 25. ده في اطار يعني رغبة الاتحاد الدولي بخصوص انفانتينو لزيادة الرقعة الخاصة بعدد الأندية
وحتى بصفة عامة يعني الرقعة الخاصة به زيادة الفرق أو الممارسة الخاصة بكرة القدم، لأن أنت حتى بداية من بطولة كأس العالم 26 هتبقى في أمريكا وكندا والمكسيك، هتبقى الفرق 48 منتخب على مستوى المشاركة لأول مرة. طيب دكتور، ده على المستوى العالمي، على المستوى أو على المستوى العربي، يعني على المستوى بقى المحلي، الدوري هيبقى بنفس الطريقة اللي فاتت أو بنفس النظام الموجود حاليا، ولا هيبقى فيه نظام جديد؟ خلاص تم إعلان إن نفس النظام اللي هو الخاص بالسنة، النظام التقليدي الخاص بالبطولة اللي هو 18 فرقة، يعني موسم 2023-24 في النسخة القادمة لي لهذه البطولة العريقة اللي بدأت سنة 48 هيتم لعب البطولة ب 18 فرقة زي ما هي، طبعا زي ما احنا عارفين الفرقة دي وهكذا، لكن في نفس التوقيت هيتلعب الدوري مضغوط، يعني بدل ما كان الناس هتتكلم تقول لك طب الدور الأول بنظام الذهاب ثم مش عارف الدور الثاني بنظام مثلا الأربعة الأولى بيلعبوا على إيه ثم مش عارف اللي في النص بيلعبوا على إيه، لا خلاص الدوري هيتم لعبه بنفس الطريقة التقليدية بالذهاب والعودة، لكن برضه هيبقى دوري مضغوط بشكل غير طبيعي، خاصة إن احنا عندنا في الفترة القادمة استحقاقات غير طبيعية. صحيح دكتور، في كلام كتير حوالين الأهلي في تأجيل المباراة، خصوصا إن في بعض الكلام بيتقال إن في ناس مش هتشارك علشان خاطر في ماتش المنتخب وأثيوبيا، ففكرة تأجيل المباراة دي في الأهلي إيه اللي هيتم يا دكتور؟ بص الأهلي خلينا نبقى محقين، الأهلي محدش بيجامله ولا حاجة، لكن في نفس التوقيت علشان تعرف حضرتك يعني الأهلي هيلعب ايه خلال الموسم القادم، هذا الموسم المضغوط جدا جدا. الأهلي هيلعب 62 مباراة، هيلعب ماتشات الدوري طبعا، هيلعب ماتشات كاس، هيلعب ماتشات السوبر الافريقي، ثم هيلعب دوري الابطال الافريقي الذهاب والعوده وهكذا، فلا يعني ما حدش بيجامل حد هنا في القصه دي بالشكل اللي هو بعض الناس متخيل. على فكره انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي زي ما سيادتك عارف، لكن انا بقول لحضرتك الحق، يعني فرقه هتلعب 62 مباراه فبالطبيعي ان يتم وضع الاولويات اولا واخيرا امام المشاركات الافريقيه، لان طبعا الاهلي بيمثل مصر، الزمالك لو لعب في بطوله افريقيا او اي بطوله عربيه او غيرها بيمثل مصر، فلازم يتم تاجيل لي يعني على سبيل المثال بعض المباريات اللي هي هتتعارض مواعيدها مع المباريات الخاصه بالدوري المحلي. طيب دكتور، يعني الاستعداد لاولمبيات باريس دلوقتي المعسكر الحالي ماشي ازاي يا فندم؟ احنا طبعا عندنا المنتخب الاولمبي طبعا هو نواة المنتخب الاول، اي بص المنتخبات الشباب والناشئين كل ده هدف له خالص تكوين منتخب اول للدوله، منتخب اول بيشرفنا، بيحقق انجازات، يعني بيشرف مصر، يعني طبعا مصر تاريخها الكروي كبير. عندنا المنتخب الأولمبي حاليا عامل معسكر في العين السخنة في السويس بالضبط من يوم أربعة وحتى يوم 11. هذا المعسكر استعدادا لأولمبياد باريس 24 اللي هتقام في شهر أغسطس من العام القادم. المعسكر الحالي في ماتش بين مصر وروسيا للمحليين، المنتخب الأولمبي المصري زائد منتخب روسيا للمحليين، اللاعبين المحليين، ده يقام ان شاء الله بكره في استاد السويس الساعه 7 مساء، ثم بعد ذلك هيتم ختام المعسكر يوم 11 اللي هو الاثنين القادم برضه مع روسيا، فدي تجربه كويسه هتبقى برضه الساعه 7 مساء. طيب لغايه الاولمبيات احنا معانا اربع معسكرات، هذا المعسكر اللي احنا بنلعب فيه دلوقتي، ثم معسكر شهر 10، ثم بعد ممكن نقول ست معسكرات حسب التوقفات الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هو محددها. كل فترة ممكن يعني بتبقى ما بين 8 أيام ل 11 يوم.
حسب الاختلاف في المواعيد اللي هي خاصة بهذا الأمر. فإحنا نتمنى يا رب نتمنى أن يعني يبلى بلاء حسن منتخبنا الأولمبي، لأني له المستقبل والفرقة كويسة، زائد إن إحنا عندنا مدرب متميز اللي هو ميكالي البرازيلي، له خبرات طيبة وله كمان أيضا باع كبير مع أكثر من منتخب، خاصة منتخبات البرازيل. صحيح دكتور، عايز أعرف من حضرتك يعني استعدادات المنتخب لماتش أثيوبيا، وطبعا أنا شايف إن الموقف صعب جدا، وفركة يعني، وعايز نعرف مين اللي هيشارك في المنتخب، وفكرة صلاح يكون موجود ولا أعتقد إن صلاح يرتاح في الماتش ده يعني. احنا عندنا دلوقتي المعسكر زي ما احنا بقولنا، الفترة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، فترة التوقف الحالية زي ما قلنا هي من يوم 4 لغاية يوم 12. طبعا بالنسبة للمنتخب الاولمبي هينتهي معسكر يوم 11، لكن طبعا المنتخب الوطني الاول بدأ يوم 4 سبتمبر الجاري، يعني من 3 ايام، وهينتهي يوم 12. طيب منتخبنا هيلعب ماتشين، ماتش رسمي في استاد الدفاع الجوي يوم الجمعة القادم اللي هو بعد بكرة أمام أثيوبيا، وده الماتش النهائي الأخير في تصفيات المجموعة اللي احنا خلاص صعدنا لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 24 اللي هي تأجلت أكتر من مرة. طيب المباراة دي هتتلعب في استاد برج العرب، ودي مباراة رسمية أهميتها في التصنيف، اهميتها ان انت مهزوم في المباراه الاولى اللي كانت في شهر 6 السنه اللي فاتت يوم 9/6 0-2 من اثيوبيا. اثيوبيا طبعا مع حبنا الكبير لاي دوله افريقيه، واثيوبيا ان الكره عندها وتصنيفها صعب يعني بعيد، فاللي احنا عايزين نفهمه ان لو انت تلقيت هزيمه من اي فرقه فانت عندك نقاط خاصة بيك بتقل، طب فما بالك بقى لما يبقى في منتخب يعني في تصنيف متأخر جدا، فأنت بيزيد عندك النقاط اللي بتتم سحبها منك أو عدم إعطائها لك. طيب المباراة دي طبعا هيتم لعبها بدون محمد صلاح باتفاق مسبق لإراحته، علشان برضو هيتم الدفع به في مباراة التونس الودية الرسمية، ودي برضو بتفرق في التصنيف. المباراة دي كمان إذا كانت مباراة المنتخب أمام أثيوبيا اللي هي رسمية يوم 7 الساعة 7 مساء بعد بكرة الجمعة، فأنت عندك مباراة تونس، مباراة طبعا ديربي شمال أفريقيا، مباراة قوية ومحتسبة رسميا. صحيح. دي هتبقى يوم الثلاث في استاد الدفاع الجوي برضو يوم الثلاث القادم اللي هو 12 سبتمبر. فإذا كنت مش هتلعب محمد صلاح وبرضو هيتم لعب هذه المباراة بلاعبي الأهلي، لكن في بعض منهم مش هيلعب ماتش تونس علشان الأهلي صحيح مشاركاته القادمة يعني. فإحنا عايزين يعني نتكاتف في الفترة الحالية حوالين منتخباتنا، عندنا استحقاقات كبيرة على مستوى الموسم القادم، عندنا التصفيات دي هتخلص النهاردة، عندنا ماتشات ودية، عندنا هذه الماتشات الودية هتأثر في التصنيف، ثم بعد ذلك عندنا كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار يعني بلاد الأفيال 2024، زائد عندنا الأولمبياد في شهر 8 القادم، فأمور في اكتظاظ في المشاركات، فإحنا عايزين بس نتكاتف لصالح الكرة المصرية. صحيح يا دكتور. احنا بنشكر حضرتك جدا دكتور مدحت رشدي المحلل الرياضي ونائب رئيس تحرير أخبار اليوم، كنت معانا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. وبكده خلصت فقرة الأخبار، هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنكون موجودين معاكم في فقرة الصحافة، اللي بيسعدنا ويشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف الكاتبة الصحفية الأستاذة ريم مختار. نطلع فاصل وبعد الفاصل خليكم معانا.